ازيكم؟ بقالي كتير ما سجلت الكوش فيديوهات، معلش. لكن انا بحاول ان انا اجمع المقالات اللي انا كتبتها، لان انا كتبت مجموعة من المقالات اعتقد ان هي يعني مستواها كويس، تستحق ان انا اقراها لكم وتسمعوها. انا لسه شغالة في موضوع ان انا اسجل الكتاب بصوتي، لكن الموضوع هياخد وقت طويل وجهد اكبر من ما كنت انا متخيلة. لكن النهاردة وانا بشوف التعليقات الجميلة الحلوة اللي بتكتبوها وردودكم على الفيديوهات بتاعتي، لقيت صديقة متابعة من المتابعين، صديقة عزيزة، كتبالي ان هي حاسة بنبرة حزن في صوتي، وده كان على، هتلاقوا الفيديو ده واسمه هشاشتنا النفسية وواقعنا الملفق. ده مقال مقروء بصوتي، انا كتبته من فترة بس قريته وسجلته بصوتي ونزلته لكم. وفعلا فعلا انا كنت حزينة لما كنت بكتب هذا الكلام، وكنت حاسة فعلا بالهشاشة النفسية، ان انا نفسيتي من جوه كده هشة. وواقعنا الملفق، ليه واقعنا الملفق؟ لان احنا بنحاول نصنع واقع حلو بان احنا نركز على الحاجات الكويسة. انشر صورة حلوة على السوشيال ميديا ليا انا وجوزي، وانا مثلا قبلها كنت بتخانق معاه، او صورة حلوة من ايفنت انا روحته مثلا، او حاجة عملتها، او الشهادة اللي انا حصلت عليها، او الكلام ده، كل دي عوامل خارجية احنا بنصنع بيها واقعنا. فلما نعتمد قوي على هذه الزاوية الإيجابية من الواقع، لما بتحصل أحداث تقيلة هنا بقى المحك الأساسي، وبتبان في نفسيتنا قد إيه قوية أو قد إيه هشة. فأنا فعلا وأنا بكتب المقال ده كنت حزينة. وأنا على فكرة مش بخاف من المشاعر اللي بنصنفها على إنها سلبية. المشاعر مشاعر، ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا كوكتيل من المشاعر. يمكن بعضهم نصنفه على انه حاجة ايجابية، بنحس بقى بالسعادة والنشوة وبنبقى مزقططين وفرحانين، وفي مشاعر تانية اللي ممكن نصنفها على انها مشاعر سلبية، زي الحزن، زي الغيرة، زي الحقد. وانا ما بخافش من المشاعر دي، لان المشاعر دي موجودة عشان تنبهنا ان في حاجة مش كويسة. تخيلوا كده ان البيت فيه ريحة مش حلوة. ايه ده؟ البيت فيه ريحة مش حلوة، البيت فيه ريحة مش حلوة. نقعد ندور يمين شمال، اوبس، لقينا اكل متعفن، حاجة مش مظبوطة، حاجة مش مغسولة، حاجة محتاجة تنظيف. فالمشاعر السلبية ليها دور في حياتنا، ان لازم علينا فعل او اجراء نعمله. نظف حياتك من حاجة معينة، صلحي حاجة معينة، تخلصي من حاجة معينة. لولا المشاعر السلبية دي ما كنتش هحس بده. تزودي من شيء معين. فالمشاعر اللي هي فيها حزن وغيرة وحقد وملل والكلام دوت، ما نخافش منها. لو انا في يوم من الايام حسيت بالغيره، ايه ده؟ ممكن، احنا بني ادمين. طيب الانسان اللي انا بغير منه ده وبحقد عليه ده، طب ليه؟ في ايه احسن مني؟ في ايه بيعمله موصله للحاجه اللي انا نفسي فيها فبحقد عليه؟ او يمكن انا حاسه بالتهديد من الانسان ده او الانسانه دي، طب ليه؟ هتعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ فالمشاعر دي انا ما بخافش منها، ومش عايزاكوا تخافوا منها. نحس بيها بس ما نتجاهلهاش. فوانا كاتبه المقال ده، هي دي فعلا الحاله اللي انا كنت فيها.
وكون ان انتوا حسيتوا باللي انا حسيت بيه ده شيء كويس. ده معناه ان انا قدرت اعبر عن اللي انا حساه كويس فانتوا حسيتوا بيه. وده حط عليا مسؤولية كبيرة قوي، يعني تعليقاتكم دي بتديني احساس بالمسؤولية. ايه ده، في ناس بتحب الكلام اللي انا بقوله، في ناس بتسمع الكلام اللي انا بقوله، في ناس بتستنى الفيديوهات بتاعتي، في ناس غيابي اثر فيها، في ناس بتستمد مني الايجابية، في ناس حاسة بتأثيري الكويس على حياتهم. فده يعني شعور حلو قوي قوي قوي، وفي نفس الوقت مخيف قوي قوي قوي، لان كده انا عليا مسؤولية كبيرة، واحساسي ان لا لازم تكلمي، لازم تقولي، لازم اطمن عليكم، لازم اسألكم ازيكم عاملين ايه. ولما حد يبعت لي مسج او رسالة لازم بحس بالمسؤولية، لازم ارد عليها وافكر قوي 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 في الكلام قبل ما اقوله، احسن اقول حاجة مش مظبوطة او اقول حاجة تجيب نتيجة عكسها او الكلام ده كله. فاحنا بنعدي باحاسيس كتيرة، لازم نتعامل مع كل احساس زي ما هو، نتعامل مع الاحساس اللي احنا بنصنفه على انه ايجابي كويس حلو، افكر انا ليه حاسة الاحساس ده، وازاي احسه تاني، وازاي ايه الدرس اللي اتعلمه من هنا، ولا انا حاسة احساس وحش، يا ترى ايه الدرس، يا ترى ايه اللي انا اقدر اعمله، يا ترى ايه اللي انا مش لازم اعمله. دي كلها حاجات فكرت فيها وكنت هكتبها في الرد. فما تخافوش من الاحاسيس اللي مش كويسة او الاحاسيس اللي احنا بنصنفها على انها احاسيس سلبية، ما تخافوش منها. فمثلا ممكن مثلا نحس بالغضب، انا زعلان، انا متضايق، انا متغاظ، طب خلاص خليني اعدي، اعدي الامور، مش عارف ايه الكلام ده. ويفضل هذا الشعور بالغضب دفين، مقفول عليه لغايه ما يجي موقف عادي جدا جدا، ويمكن مش فظيع قوي، بو فجاه يبقى في انفجار فظيع. او انا حاسس بالملل، ماشي حاسس بالملل ليه، ما هو لازم نفصص وندعبس وندور. ف وانا بكتب المقال كنت حزينة، عشان كده طلع التون بتاعه حزين، عشان كده انتوا حسيتوا بيه. ولما جيت اقراه طبعا يعني انا كتبته وبعدها بفترة قريته وسجلته، ف وانا بقراه حسيت بالمشاعر تاني اللي انا كنت حاسة بيها وانا بكتب هذا المقال، وده ظهر في نبرة صوتي. الموضوع نفسه كمان تقيل، وده يخلينا نفكر ان احنا مش لازم نبقى طول الوقت فرحانين ومزقططين والدنيا مليانة عصافير وسوسوة وفراشات وقلوب والكلام ده. مفيش اي احساس في الدنيا احساس دائم، الأحاسيس السلبية لو تحولت لأحاسيس دائمة احنا كده دخلنا في حالة نفسية مرضية، حالة اكتئاب، حالة كذا، حالة كذا. انا مش دكتورة نفسية عشان اصنف الامراض واتكلم عنها، لكن من حياتي ومن اللي انا شفته ومن اللي شفته مع الاخرين ان احاسيسنا مختلفة، وفي كل لحظة من اللحظات بيبقى فيه شعور تاني، بيبقى فيه احساس تاني، بيبقى فيه حاجة تانية. فما نتوقعش ان الواحد يبقى مزقطط طول الوقت ولا حزين طول الوقت. نسمع صوتنا الداخلي، نسمع لأحاسيسنا
نشوف هي عايزة تقول لنا ايه، ونتعامل مع كل احساس زي ما يجي. النقطة التانية كمان كان برضو في التعليق، احنا بنستمد منك الإيجابية. في حاجتين هنا، الحاجة الأولانية ان ده حسسني بالمسؤولية الفظيعة ان ايه ده، في ناس بتستنى الفيديوهات بتاعتي، في ناس بيأثر فيها كلامي، في ناس بتربط بيني وبين حاجة كويسة، اذا اعتبرنا ان الإيجابية حاجة كويسة، ودي مسؤولية كبيرة قوي، وانا سعيدة بهذه المسؤولية، لان انا عمري ما هربت من اي مسؤولية. لكن في نقطة تانية، على قد ما الكلام ده بيسعدني بيحسسني بالمسؤولية، على قد ما لازم اقول لكم خدوا بالكم، لازم يبقى عندكم مصنع الإيجابية الخاص بيكم جواكم. عارفين بالظبط زي ايه؟ زي النخاع. ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا النخاع في عمودنا الفقري عشان يساعد في تجديد الدم. لما النخاع ده بيصيبه حاجة، بنبقى مش قادرين او جسمنا مش قادر ان يجدد الدم سائل الحياة اللي في عروقنا. فبيحصل ايه؟ الناس اللي مصابة بالامراض دي بنتبرع لهم بالدم، وبيفضلوا معتمدين على عوامل خارجية هي اللي بتخليهم على قيد الحياة. انا عايزة يبقى عندكم نخاع الإيجابية بتاعكم، مهارة او ملكة تطوروها جواكم، تحسنوها، تبنوها لو حاسين انها مش موجودة عندكم، ان انا حصنع احاسيسي الحلوة الكويسة بنفسي. لان لو فضلنا نعتمد على عوامل خارجية، اديكوا شايفين الناس القريبين مننا قوي يا بيسيبونا ويسافروا مثلا، ينتقلوا في حتة تانية، او ينتقلوا الى الرفيق الاعلى يسيبونا ويموتوا، او نتخانق معاهم وعلاقتنا تبوظ. لو اعتمدنا على اشياء مادية حوالينا، لبسنا، فلوسنا، بيوتنا، عربياتنا، اي حاجة مادية بنملكها، كله ممكن يروح. وبنسمع كل يوم والتاني على قصص واحد خسر في البورصة، راح رايح انتحر، ومش بس كده، ده موت مراته وابنه وبنته عشان خاف عليهم لا يتشردوا من بعده. واو، لحظة يأس وقنوط من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، صورت له ان المستقبل ده ضلمة. طب ماشي، انت خسرت فلوسك، انت مالك انت بابنك وبنتك؟ ولما قريت الحادثة عرفت ان هم كمان كبار، يعني ممكن كل واحد فيهم يشتغل ويقف على رجليه. فما نعتمدش على حاجة ولا على شخص عشان نشعر شعور كويس عن نفسنا، احنا اللي نصنع الشعور الكويس ده. طبعا مش معنى الكلام اللي انا بقوله ان احنا ما ننبسطش لما نلاقي حد في حياتنا بيكلمنا، ولما نسمع الكلام اللي بيقوله نحس كده براحة نفسية، ونحس كده ان معنوياتنا مرتفعة والكلام ده، ولا اللي اقصده ان ده يبقى عامل مساعد، ما يبقاش هو الاساس. والكلام ده ليا وليكم، انا لما بكلمكم عن حاجة ببقى عايزة انا نفسي اتعلمها، وانا نفسي اصلها في نفسي. احيانا بنتعلم الدرس بس ما بنطبقوش، فلما بتكلم معاكم بتبقى محاولة مني ان انا اطبق الدرس كمان. فدي كانت كده حاجة على عجالة، طبعا احنا لابسين وهنخرج دلوقتي، فما اعتقدش اني هقدر اسجل لكم حاجة تاني، لكن عايزة اقول لكم اكتبولي، ابعتولي، علقوا على الفيديوهات، ابعتولي رسائل، رسائلكم بتسعدني وبتحسسني قد ايه ان انتوا قريبين مني وان احنا صحاب. لما حد بيبعتلي
رسالة ويقول لي أنا عمري ما بعتلك وآسف إن أنا حزعجك والكلام ده، ولا بالعكس أنا ببقى حاسة إن هي أو هو كأنهم أصدقاء قدام. إيه ده، فين أنتوا، كنتوا فين من زمان؟ أه هو ده الإحساس اللي أنا بحسه بجد. كلامكم كمان حلو، تعليقاتكم، تفاعلنا مع بعض، كلها حاجات بتخليني أفكر تاني وأقلب الأفكار في دماغي وأشوف يعني حاجة ريتش، حاجة غنية، نقاش ثري، فكرة. أنا على فكرة اتعلمت منكم حاجات كتير قوي قوي قوي، لأن التعليقات بتاعتكم خلتني أفكر تاني. صديقة من الصديقات هي تعرف نفسها دعيتني لمقرأة صغيرة هي عاملاها على الواتساب، فأنا يعني رحت مقرأة وأنا صغيرة لغاية ثانوي، كنت بروح مقرأة وكنت بتعلم قراءة القرآن بشكل صح، وحتى التجويد كمان وأحكامه والقراءة الصحيحة والنطق الصحيح للكلمات، ووقف إمتى ووصل إمتى والإدغام وكل الحاجات دي. لكن حسيت إن إيه ده، لأ ده أنا بقالي كتير قوي 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 ما عملتش ريفرشمنت للموضوع ده. وكمان ولادي يعني اتعلموا وبيقروا، بس ما راحوش حاجه زي اللي انا روحتها كويسه قوي قوي قوي. فدورت على وسيله مناسبه لينا في الوقت والمجهود، ووسيله تجمعنا ان احنا نتعلم حاجه تانية. في حاجه بسيطه قوي، لما اتكلمت على الجمال والماسكات والحاجات اللي بنعملها، في ناس اقترحات لطيفه جدا جدا، وحطيتها ضمن جدولي وضمن الأفكار اللي أنا عايزة أجربها. فإحنا بنتعلم من بعض وبنتعلم مع بعض، فما تبخلوش عليا بكومنت وبتعليق، واكتبوا اللي جاي في دماغكم لأنه هو بيسعدني قوي قوي قوي. لازم أسيبكم، و اللي ما بيش بيتابعوني على الفيسبوك يا ريت تتابعوني على الفيسبوك. الحاجة التانية كمان ان انتوا تقدروا تبعتوا لي مسجز على حتى على اليوتيوب، كمان في امكانية ان انتوا تبعتوا مسجز محدش يشوفها غيري انا. دعبسوا شوية في الحاجات اللي على اليوتيوب، هتلاقوا ان في الامكانية دي، لان في ناس بتبقى مكسوفة ان هي تكتب تعليق. فابعتوا لي الماسنجر كمان تقدروا تبعتوا لي عليه، وانا دايما 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 بسعد بتواصلي معاكم. اشوفكم قريب ان شاء الله.